الجيل التونسية تقوم به، وإن شاء الله يا رب نتمنى ويكون رئيس المناسب لتونس، وإن شاء الله يا رب تكون تونس من أحسن لأحسن. لازم تشيو كامل السفارة لهنا تنتخبوا، خاطر الانتخاب لازم على أي واحد وكان. هكاك تطلع معناها الرئيس في المكان المناسب اللي احنا نحبوه يكون به لتونس ومتكون من كل شيء. قام بالواجب ديالو في الجزائر بالانتخابات الرئاسية، ولقينا يعني الإجراءات التنظيمية كيف كانت؟ مليح من طرف السفارة، من أعضاء كل يعني الناس الكل اللي يستقبل في البيت حتى اللي تحط الورقة ديالها، يعني الحمد لله الإنسان قام بالواجب ديالو. أنت الآن يعني كمواطن تونسي مقيم بالجزائر، كلمة للجالية التونسية في أداء واجبها الانتخابي. نطلب من الجالية التونسية كل شيء تنتخب وعنده حق الانتخاب في كل ذلك.